مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم السبت 5 اذار عام 2022. الحقيقه انه الاحداث كلها متركزه مثل ما عم نشوف بالعالم كله حول ما يحدث في اوكرانيا، وفينا نقول انه في تسخين للملف السوري على نار الصراع في اوكرانيا، يعني هذا ما يحدث حاليا، وهذا التسخين هو باتجاه واحد، باتجاه الضغط اكثر على روسيا في سوريا وعلى النظام السوري الذي تقدم روسيا. طبعا منعيد هالكلام لأن حتى نبرر لماذا هذه ردة الفعل الأمريكية والأوروبية تجاه النظام السوري، مو لسواد عيون السوريين ولكن نكاية في النظام أو في مواجهة النظام السوري الذي تقدم الموقف الروسي في حربه على ليس أوكرانيا، على الغرب برمته. أطلقت السفارة الأمريكية مثل ما شفنا من كام يوم شهر المحاسبة، بداية الشهر شهر المحاسبة في وجه بشار الأسد، بالتحديد الرئيس بشار الأسد، على الجرائم التي ارتكبها في سوريا. من عنوان الحملة شهر المحاسبة معناتها راح يكون في عدة يعني إجراءات، عدة خطوات خلال هذا الشهر. في خطوة تمت من يومين وهو اجتماع بواشنطن تم الإعلان عنه من خلال موقع السفارة الأمريكية في سوريا، وأيضا صدر بيان مشترك بشأن هذا الاجتماع مع المبعوث الخاص لسوريا. الاجتماع حضره بالإضافة لممثلي عن منظمة أو عن الجامعة العربية كمنظمة وعن الاتحاد الأوروبي كمنظمة، مندوبي العديد من الدول مثل مصر، فرنسا، ألمانيا، العراق، قطر، النرويج، السعودية، بريطانيا والولايات المتحدة، وصدروا بيان مختصر عن أو مقتضب عن هذا الموضوع. البيان الحقيقة ما بيحمل شيء جديد، ولكن من الواضح خلال الأيام الأخيرة إعادة الضغط باتجاه تطبيق القرار 2254. نتذكر بالأشهر الماضية ومنذ انتخابات الرئاسة السورية يعني لم يعد يذكر هذا البيان كثيرا، وتم الاستعاضة عنه بخطة بديلة لسموها خطوة خطوة، أو يعني أنه ما يتم اليوم التحضير له وما يراد في سوريا هو تغيير سلوك النظام وليس إحداث تغيير سياسي، ولكن العودة إلى القرار 2254 بهذه الطريقة هو العودة إلى سيناريو إعادة إحداث التغيير السياسي في سوريا، أي طوي صفحة النظام السوري يعني مستحوذ على كامل السلطة في سوريا. أيضا في البيان المقتطب أو النص المقتطب يلي صدر على هامش الاجتماع إشارة إلى موضوع الجرائم يعني وموضوع المحاسبة. طبعا في يعني هذا النشاط يأتي تحت إطار شهر المحاسبة، لأن السفارة الأمريكية عندما أشارت إلى هذا الاجتماع وأرفقته بالصور وضعت هاشتاج شهر المحاسبة على الإعلان عن الاجتماع، فإذا هو من ضمن أعمال شهر المحاسبة. وهناك إشارة أيضا غير اعتيادية أنا فيني أقول بالإعادة لتذكير بأنه يجب المسائلة على الجرائم التي ارتكبت في سوريا وإن كانت مبني للمجهول، ولكن في جملة يعني هي تشير إلى النظام بحد ذاته: لقد رحبنا بالجهود الجارية لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا، بالإشارة إلى المحاكمات التي جرت في أوروبا أو تجري في أوروبا ما زالت لملاحقة أفراد مرتكبي أو متهمين بارتكاب جرائم حرب ومرتبطين مباشرة برأس النظام في سوريا. السفارة البريطانية أيضا أشارت إلى هذا الاجتماع في تغريدة ل المبعوث الخاص البريطاني إلى سوريا. أعادت السفارة البريطانية في سوريا هذه التغريدة وأكدت على ضرورة تطبيق القرار المذكور 2254، كما ذكرنا هو نوع من التصعيد في مواجهة النظام بعد أن كان الموضوع تغيير سلوك النظام لفترة وكان يعمل على هذا الموضوع. اليوم تعود هذه الدول الكبيرة والمؤثرة لتصر على تطبيق القرار الذي يقضي بإنجاز تغيير سياسي كامل في سوريا. طبعا موضوع الضغط على النظام السوري وبالتالي على حليف أساسي لروسيا في هذه المنطقة بياخد أشكال متعددة. كان أحد هذه الأشكال مثل ما حكينا من يومين تسريب أو تسريبات بأنه سيتم رفع العقوبات أو رفع يعني أحكام قانون قيصر على المناطق الخارجية عن سيطرة النظام، بالتحديد مناطق شمال شرق سوريا اللي هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الحليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والفصائل
في الشمال السوري الحليفة مع تركيا. هلا هذا الموضوع مرة تانية نشرح كيف بيضعف النظام السوري. طبعا هذا الموضوع تأكد اليوم يعني مناسبة الحديث انه تم تأكيده من خلال مصدر مرتبط بالنظام من خلال احد المصادر، يعني موقع اثر بريس اللي هو موقع شبه رسمي، اخذ كلام وحديث عن عضو في المجلس الوطني الكردي، هذا طرف اخر للتواجد الكردي في شمال شرق سوريا، معارض لقوات سوريا الديمقراطيه ومعارض للنظام. ولكن المهم انه هذا المصدر اكد انه في نيه للولايات المتحده برفع العقوبات بشكل جزئي على المناطق الواقعه في شمال شرق وشمال غرب سوريا. هذا الموضوع طبعا يسمح للكيانات بحسب الخبر المالية والاقتصادية المشاركة في إعادة إعمار هذه المناطق بضمان عدم استفادة الحكومة السورية من هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع ماذا يعني؟ أنت عم تقوي طرف على حساب طرف آخر. اليوم كل المعادلة في سوريا خاصة بين سلطات أمر الواقع أنه هي لا غالب ولا مغلوب، أنه هي تكون بنفس القوة. حتى معاناة السكان في المناطق متشابهة، يعني شفنا خاصة في الأشهر الأخيرة بعد ما كان يعني سكان بالمناطق خارج سيطرة النظام في إلى يعني شيء تفضيلي عن مناطق داخل النظام، تم إغلاق الحدود مع العراق، وتم نتيجة يعني ارتفاع الأسعار العالمي في بعض المواد والتضييق على هذه المناطق، أيضا ساءت أحوال السكان في تلك المناطق وأصبحت متشابهة إلى حد كبير مع سكان المناطق داخل مناطق النظام، وهذا شوي بيخفف من الضغط خاصة الرأي العام داخل مناطق النظام، وأيضا يخفف الضغط الدولي على مناطق النظام أو على النظام للممارسات التي ينتهجها ضد شعبه. ولكن في حال تقوية هذه الأطراف في شمال شرق سوريا وفي الشمال، وفعلا البدء بعمليات إعادة الأعمار وتدوير عجلة الاقتصاد في هذه المناطق، على الصعيد الداخلي ما عاد في تكافؤ للتفاوض، وبالتالي ما في أي أمل للنظام لحتى يعيد السيطرة على هذه المناطق من ناحية، بالإضافة أنه تطور الأمور بالإيجاب في هذه المناطق سيضع مزيد من الضغوط على النظام السوري. طبعا هذا الموضوع ليس بالضرورة أن يحدث، هي تسريبات وهي ورقة يتم التلويح بها من الولايات المتحدة الأمريكية مرة تانية. مرة تانية برجع بأكد أنه هذه الإجراءات كلها ليست يعني من أجل سواد عيون الشعب السوري، ولكن يعني صادفت الأمور أن يحدث هذا الصراع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعيد الملف السوري إلى الواجهة من جديد. وجه أيضا آخر للضغط على النظام السوري هو موضوع قطع الطريق على المهربات من سوريا باتجاه الأردن وإلى العالم. شفنا كيف كان في يعني تصعيد بحملة مراقبة الحدود أولا من الطرف الأردني، كيف أن الجيش الأردني رد على واحدة من العمليات رد عنيف وتسبب بمقتل 27 مهرب، ثم الجيش الأردني احتشد على الحدود الأردنية السورية لتجديد المراقبة عليها، وحضر الملك عبدالله بذاته على الحدود لكي يعطي التعليمات ويتداول ويتم تداول هذه التعليمات بالإعلام بأنه لن يسمح باستمرار التهريب عبر الحدود الأردنية. منذ ذاك الوقت ونحن نسمع يوم بعد يوم أنه يتم إحباط مثل هذه العمليات، حتى يوم أمس كان في خبر عن إحباط، جاء الخبر بوكالة أو بمصدر محلي أردني عن أن الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب إلى الحدود أو عبر الحدود السورية الأردنية. هلأ بالإضافة لذلك مواجهة هالعمليات من الجانب الأردني، في أيضا في فراغ بين الحدود السورية والجيش الأردني وقوات النظام والجيش الروسي، هذا الفراغ يملأه الميليشيات الإيرانية، وأيضا يوجد ميليشيات تعمل بأمرة الولايات المتحدة الأمريكية أو ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية. حكينا عن واحد منها مبارح، حزب اللواء السوري اللي له جناح عسكري فيه 5000 مقاتل هيك عرفت، ومغاوير الثورة أو ميليشيا مغاوير الثورة أو فصيل مغاوير الثورة يلي يعمل على حماية قاعدة التنف ويعمل بالتنسيق التام مع قوات الولايات المتحدة الأمريكية، دون تلقوا أوامر أيضا بمعاونة الجيش الأردني للحد من عمليات التهريب هذه. وبلشنا نسمع عن أخبار عن
إلقاء القبض على مهربين والتشديد على منع هذه العمليات بما يعزز جهود الجيش الأردني. وطبعا كل هذا يأتي في بأوامر أمريكية. يعني احنا ما نتصور انه هاي العمليات ما كانت سابقا وانه ما كانت تحت لحظ الحكومة الأردنية وايضا الفصائل الموجودة في الجنوب، كانت موجودة وكان يتم غض النظر عنها، ولكن وقت بده يشددوا على النظام، وقت النظام بده يسلك سلوك لا يتم يعني لا يتوافق مع طرف من الأطراف، وخاصة إذا كان طرف قوي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ستسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصعيب الأمور على النظام. أول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها هي خنقه اقتصاديا للنظام بالتحديد، وليس يعني للحكومة أو الدولة السورية، لأن النظام هو المستفيد من عمليات التهريب، من صناعة الممنوعات وتهريب الممنوعات عبر الحدود الأردنية. الشيء الجديد أيضا في هذا الإطار تقريبا يعني أحداث في أوكرانيا والصراع بين روسيا والغرب ألقى بظلاله بشكل كامل على سوريا. حتى اليوم ما رح نحكي بالظروف الاقتصادية والمعيشية لأن الموضوع مكرر، ولكن كل التطورات تأتي في هذا السياق. اليوم الحديث اتهامات متبادلة وأخبار متضاربة حول أنه تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا، جزء مع روسيا وجزء مثل العادة مع أوكرانيا، كلا الطرفين يتهم الآخر بيعني تدريب مرتزقة سوريين للقتال في أرض أوكرانيا في الصراع الدائر هناك. روسيا تقول بأن أمريكا تقوم بتجنيد وتدريب هؤلاء من لهم يعني سوابق أو خبرة في القتال في الفصائل المتشددة، منهم بتنظيم الدولة أخذتهم وتدربهم في قاعدة التنف يلي على الحدود السورية الأردنية العراقية، كمان ذكرناها يوم أمس، وتقوم يعني بتسفير أو نقل إلى أوكرانيا. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تقول بأن روسيا تقوم بتجنيد سوريين يتبعون، طبعا بسوريا كان في عدة ميليشيات اليوم ما ضل لها شغل، منهم تبع جمعية البستان اللي كانت تابعة لرامي مخلوف، الدفاع الوطني اللي خف تواجده والمهام المسندة له نتيجة استقرار الأوضاع لمدة سنتين اليوم بدون وجود أي تغيير يذكر على أرض الواقع. لازم ناخذ بعين الاعتبار هلا السؤال انه ممكن هذا يصير، الحقيقة ممكن، لأن نحن في سوريا مرة ذكرت أنه أكثر الأعمال يعني اليوم المتاحة للشباب السوري الأعمال القتالية والعسكرية، يعني مع ارتفاع نسب البطالة، مع توقف عجلة الاقتصاد، مع خروج كثير من المهن والمصانع والمصالح عن العمل، أصبح العمل العسكري والعمل مع سلطات أمر الواقع بشكل مسلح بكل المناطق مع الميليشيات الإيرانية، مع الميليشيات الروسية، مع الميليشيات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو لتركيا، هي أكثر الوظائف شيوعا. ومع موجة الغلاء الموجودة ومع الكساد الموجود ومع مثل ما حكينا موضوع الاستقرار وعدم وجود هذا الصراع الذي يستلزم كل هذا الأعداد من الميليشيات من المحليين السوريين السكان المحليين، يمكن الحاجة أن تدفع بالبعض ليسافر إلى أي مكان في العالم ويقاتل لكي يعني يرسل ما يسد رمق أسرته في سوريا. يعني هذا الموضوع وارد، وبالتالي يمكن أن يكون كلا يعني الطرفين على حق، وأن يكون فعلا الأخبار التي تقول بتجنيد سوريين للقتال مع القوات الأوكرانية صحيح، وأيضا الأخبار التي تقول بتجنيد شباب سوري للقتال مع القوات السورية أيضا صحيح مع الأسف. هذا كل شيء لليوم. مرة تانية فيكم تشوفوا أخبار إضافية على موقع سيري نيوز أو شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة فيه، بحط لكم الروابط بصندوق الوصف. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.